السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كويزين أم هداية. وصفتنا لليوم غتكون تحلية بالبرتقال، سهلة وسريعة التحضير من أجل السحور في هذا الشهر الكريم. ونتمنى تنال إعجابكم. نمر الآن لتحضير عصير الليمون اللي غنحتاجوه في هاد التحلية. غناخدو جوج كاسرونات، غنوضعو في الأولى نصف لتر من الحليب، ونوضعو في الثانية نصف لتر من عصير البرتقال، وغنضيف 3 ملاعق نشا للحليب. ونضيف 3 ملاعق من كريم باتيسير للبرتقال. ونضيف كذلك 3 ملاعق من السكر للحليب، و3 ملاعق سكر أيضا للبرتقال. نضيف سكر بنكهة الفانيلا للحليب، ونمزج الكل جيدا. ثم نضعهم فوق النار مع التحريك المستمر. في هاد الأثناء نبقاو نحركوا الاثنين في نفس الوقت حتى يتقل لنا الخليط.
حتى يولي لينا على هذا الشكل. ونوضعهم في القالب على هذا الشكل كما موضح في الفيديو. ونخليوهم شوية في المطبخ، من بعد ندخلوهم للثلاجة. بعد ما بردت التحلية نقوم بالتفريغ ديالها في صحن التقديم على هذا الشكل. نقوم بالتزيين ديالها، فبالنسبة للتزيين كيبقى اختياري. هذا هو الشكل ديال التحلية، كتجي رائعة وسهلة. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.